على ارض الملعب تاني ولقاء مع احد اللاعبين اللي كان بيشاور علامه ست بطولات لتومسو الحقيقه مع النادي الاهلي في سنه ونصف. لقاء مع سلا حامد، اتفضلي يا سلا. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويمكن زي ما حضرتك قلت يعني معايا واحد من نجوم مباراه وطبعا من نجوم النادي الاهلي، يعني اكيد يعني زي ما حضرتك قلت كمان اللي رفع بايديه علام يعني رقم 6 ان هو يعني معاه 6 بطولات، جوس تومسون او مايكل تومسون. جوس تومسون. جوس تومسون هو بيفضل اكتر جوس تومسون. جوس تومسون اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش، كونجراتوليشنز فور وينينج ذا ايجيبشن كاب توداي. Thank you. It was a tough game, but we stayed together as a team, played great defense at the end, and we win another championship. I'm very excited and happy for our team. كان طبعا يعني ببارك لك طبعا يا كابتن هيثم في البدايه على مباراه اليوم، وبالتاكيد يعني اكد لي ان المباراه النهارده كانت صعبه على الفرقتين بالاخص فريق النادي الاهلي. مبسوط ان هو فاز بالبطوله دي طبعا منذ مجيئه يعني لمصر وانضمامه مع فريق النادي الاهلي. كان شايف المباراه طبعا النهارده صعبه، ولكن هم ادوا اداء يعني سواء هجوميا او دفاعيا من وجهه نظره كان الاداء جيد. أوه كلمه السر اهو، قلت لك قبل كده هو ده كلمه السر. طبعا يا كابتن هيثم احنا فاكرين كابتن عمر طارق يعني برج العرب قال لنا ان كلمه السر هو جوس تومسون، انت قلت لي ان هو ذا لاكي تشارم. ايوه جوس از ار لاكي تشارم. ذا لاكي تشارم ها؟ I love to hear that. I love playing with this team. They're like family to me, so I'm very happy to be back and playing. And you're the lucky charm. When you came, Thompson came, we won the championships. He brings the championships with him. I'm a part, I'm happy to be a part of it and continue to win with this group. So. واحنا كسبنا الكاس. Happy Eid, Mabruk, champions. That's six. Michael. Good. Good, Mike. The man here. حبيبي. طبعا زي ما انت شايف يا كابتن هيثم الروح اللي ما بين جميع اللاعبين وتومسون، واكيد يعني عم حامد طبعا دايما مع الفريق في كل مكان، روح جميله جدا يا كابتن هيثم ما بين جميع اللاعبين. مع كابتن هيثم وكابتن طارق وكابتن سلعاوي. صومهم حلو طول عمرهم، صومهم حلو علينا، هم خيرهم عليا، هم اللي مربيين يعني. ايوه يا محمد. جوس اوف كورس وينينج ذيس تشامبيونشيب جيفز يو جريت انسنتيف موتيفيت يو تو وين مور اند مور تشامبيونشيبس اند اكزاكتلي اور سبيشلي ان ذا بال ذا افريكان ليج ذا نيكست تشامبيونشيب. يس ذيس جيفز اس مومنتوم تو جو انتو ذا بال. ناو وي هاف تو جريت بلايرز جوينينج اور تيم، كوري ويبستر اند نوني، سو وير فيري اكسايتد تو اد ذم تو ذا تيم اند وير غانا كونتينيو انجوي ذيس تشامبيونشيب جيت سم ريست اند كم باك تو ورك تو وين ذا بال اند وين ذا سوبر ليج ان شاء الله. تو اول اهلي فانز مبروك ان شاء الله، هابي عيد. Champions, baby. Thank you, Thompson. Thank you. شكراً. Thank you. كده طبعاً كان لقاءنا يا كابتن هيثم مع يعني نجم المباراة النهاردة جوز تومسون، وشفنا الروح الجميلة يعني اللي ما بينه وما بين جميع لاعبي النادي الأهلي. يمكن هو يعني قال في وسط الكلام إن هو محظوظ ومبسوط إن هو ما بين يعني جميع لاعبي النادي الأهلي، حاسس فعلاً النادي الأهلي عيلته والفرقة النادي الأهلي عيلته، أكد لي الكلام ده. وزي ما شفنا كمان عمر طارق يعني أكد لنا إن هو ذا لاكي تشارم، أو يعني اللي هو بيجي وبيجيب الحظ معاه وبنكسب جميع البطولات. زي ما حضرتك شايف طبعا الروح والاجواء هنا يعني اكثر من رائعه، اكيد بالتاكيد يعني متواصلين مع حضرتك في جميع لقاءاتنا النهارده. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. عاد تومسون فعادت الروح للفريق من جديد، وزي ما حضراتكم شفتوا قد ايه الترابط اللي ما بين تومسون وما بين الفريق. مش لازم تحط 20 بوند عشان تكسب فرقتك، ولكن هناك امور اخرى خلف الكواليس مهمه جدا لاي فريق. خلينا